كبار السياسيين في النمسا يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان. حكومة يمينية تسيطر على أكبر المقاطعات النمساوية. الحكومة تحدد الرسوم الإجبارية لمشاهدة التلفزيون النمساوي. أوروبا تخصص 600 مليون يورو لحماية الحدود الخارجية. النمسا تطالب نظام الملالي إنهاء قمع الاحتجاجات السلمية في إيران. مساعدة الإسكان سوف تعزز التضخم في النمسا. ارتفاع حالات الإفلاس بالربع الأول لهذا العام. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. هنأ كل من الرئيس النمساوي فاندربيلن والمستشار نيهاما مسلمي النمسا بشهر رمضان. وقال الرئيس مع بداية شهر رمضان: أتمنى لجميع المسلمين وقتا هادئا في اللقاءات الجماعية التي يهتمون فيها ببعضهم البعض. ومن جهته قال نيهاما في بداية رمضان: أتمنى لكل المسلمين شهر صيام مبارك وهانئ. وتمنى عمدة فيينا لودفيغ كل التوفيق للجالية الإسلامية في مدينته. ويستأنف برنامج همسات رمضانية بثه للسنة السابعة على التوالي، ويعود إليكم في رمضان هذا العام. أعيد انتخاب جوانا ميكل لايتنر حاكمة لولاية النمسا السفلى بأغلبية 24 صوت من أصل 41 صوت. وبالتالي ائتلف حزب الشعب مع حزب الحرية اليميني لإدارة الولاية للمرة الأولى، حيث خسر حزب الشعب الأغلبية المطلقة في برلمان الولاية لأول مرة في الولاية في 29 من يناير، وقد تم تعيين زعيم حزب الحرية لاند باوا كنائب للحاكمة. ونظمت مسيرة احتجاجية ضد هذا التحالف تظاهر فيه حوالي 500 شخص. أعلنت الحكومة النمساوية أنه من بداية العام المقبل ستحل مساهمة ORF محل رسوم جس القديمة. وأكدت وزيرة الإعلام سوزان راب: لقد اتفقنا على مساهمة ORF مع شريك التحالف للتمويل بدون ضرائب، وسيكون هذا حوالي 15 يورو بدلا من 22.5 السابقة. وأكدت أنه لن يضطر أي شخص تم إعفاؤه سابقا إلى الدفع. وأضافت أنه سيتم مراعاة الدخل الإضافي للعاملين في ORF، وفي الوقت نفسه يجب على دافع الضرائب أن يعرف الغرض الذي تستخدم من أجله أمواله. قال وزير الداخلية كارنا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي خصصت 600 مليون يورو لحماية الحدود، منها 30 مليون يورو لمكافحة التهريب غرب البلقان. لافتا إلى أن المفوضية وافقت على الطلب النمساوي بإجراءات لجوء سريعة. وكخطوة أولى ستبدأ إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية للاتحاد، وفي الخطوة التالية يجب أن تصبح حماية الحدود الخارجية أكثر قوة من الناحية الفنية والقانونية. وأكد أن النمسا وبلغاريا وضعتا خطة تتضمن مشروعا تجريبيا يوفر إجراءات لجوء سريعة على الحدود مع تركيا. طلب وزير الخارجية النمساوي شالين بيرجا النظام الإيراني إنهاء قمع الاحتجاجات السلمية والاحترام الكامل لحقوق المرأة. وقالت الخارجية النمساوية في بيان بعد اتصال جمع شالين بيرج مع وزير خارجية نظام الملالي حسين أمير عبد اللهيان: يجب إطلاق سراح السجناء والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية. ورحبت الخارجية بالاتفاق مع السعودية كخطوة نحو خفض التصعيد في المنطقة.
وهنأ شالنبرغ اللهيان بمناسبة عيد نوروز. انتقد رئيس معهد البحوث الاقتصادية فيفو جابرييل فيبرامايا مساعدات الحكومة للإيجارات المنازل بدلا من التجميد. وقال فيبرامايا أنه على الرغم من أن المدفوعات الجديدة يجب أن تخفف من المصاعب الاجتماعية إلا أنها تخدم التضخم وتغذي. وأضاف أنه من المؤسف أنه في أوقات هذا التضخم المرتفع للغاية لا يمكن الخروج من نظام التضخم التلقائي، وكان من الممكن أن يكون تعليق زيادة الإيجارات المعيارية هي المخرج الصحيح من التضخم التلقائي. ارتفع عدد حالات الإفلاس في الربع الأول من عام 2023 أكثر مما كان عليه قبل كورونا. وأعلنت جمعية الدائنين أن 1279 شركة قدمت طلبات إفلاس بزيادة 22% عن العام السابق. وبحسب ORF ارتفع عدد الموظفين المتضررين إلى 4200 بزيادة 45%، وتتوقع الجمعية إفلاس ما يصل إلى 5500 شركة بحلول نهاية العام. ويؤثر ثلث حالات إفلاس الشركات في النمسا على الشركات في فيينا، ويتأثر قطاع البناء والمطاعم بشكل خاص. ونذكركم بمتابعة برنامج همسات رمضانية المباشر عبر موقعنا الرسمي وقناة اليوتيوب الذي يبث يوميا قبل الإفطار. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، مساء سعيدة، إلى اللقاء.